بفضل الله جل وعلا انطلقت اليوم مقرأة آيات، وهي إحدى مشاريع مؤسسة آيات القرآنية التي تعتني بتمكين قراء القرآن الكريم. المقرأة الأدائية ستركز على مهارات الأداء القرآني لتمكين قراء المحاريب من إبراز المعاني بالأداء القرآني وما يتعلق بأحكام الوقف والابتداء وأحكام التجويد، ونقل خبرات وتجارب كبار قراء المحاريب لأئمة المساجد وقراء القرآن الكريم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكرة المقرأة الأدائية أنها تركز على تعميق الصلة بين القارئ وبين المحراب، يعني هي هدفها التمكين أو التمكن الأدائي في المحراب، ليست القراءة في المحافل أو القراءة التعليمية أو الإقرائية أو القراءة التي تكون في المجالس، وإنما القراءة التي تكون في المحراب. القراءة في المحراب لها معايير ولها سمات سبحان الله العظيم، منها يعني التركيز على لب الأداء وما يتعلق بإيصال هذه الرسالة القرآنية، وهو الخشوع والتفاعل مع الآية وتدبر المعاني.